أهلا بكم. قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن الرئيس جو بايدن قرر نشر المزيد من القوات في أوروبا في خطوة تسعى واشنطن من خلالها إلى إظهار وقوفها بجانب الحلفاء وسط مخاوف من إقدام روسيا على اجتياح أوكرانيا. وأوضح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن الولايات المتحدة ستتخذ كافة التدابير من أجل حماية قواتها وحماية حلفائها. وأضاف كيربي أن نشر المزيد من القوات الأمريكية سيشمل كل من بولندا وألمانيا ورومانيا، مبديا ترحيب واشنطن بإعلان فرنسا نيتها نشر قوات في رومانيا. وسيتم إرسال نحو 2000 عسكري من قاعدة فورت براك بولاية كارولينا الشمالية إلى بولندا وألمانيا، فيما سينقل 1000 عسكري آخرين متمركزين في ألمانيا إلى رومانيا. وفي أول تعليق روسي على التحرك الأمريكي قالت روسيا إن نشر قوات أمريكية في شرق أوروبا خطوة مدمرة.